عندي أريد وصفة لدهون الكبد، وعايزة الوصفة وصف للدهون اللي قلتها قبل كده، زيت حار لمدة أسبوعين، وبعد الأسبوعين أعمل إيه؟ زيت الحار بعد أسبوعين هتعملي تحاليل دهون في الدم عشان نطمن على الكوليسترول والدهون الثلاثية دي اللي إحنا قلناها للدهون الدم. أما دهون الكبد وصفناها من قبل واتكلمنا عنها، قلنا نبات الخردل هيطحن أو حتى ممكن ما يطحنش، هيوضع في طمراية، الطمرة اللي هو البلح هنشيل النوايا هنضع مكان هذه النواة الخردل، ويؤخذ مرة بعد الغداء، وأيضا شرب المعلقة من الزيت الحار على الريق قبل النوم بتساعد كتير قوي على دهون الكبد.